السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. النهاردة ان شاء الله هنكمل تختيم لعبة جوسنت دي الحلقة التانية. فلو مرة شوفني اشترك في القناة على زر الجرس واهم حاجة اللايك وليتس جو. الفكرة شباب اللعبة دي انا ممكن اختمها في مقطع واحد والله، بس المقطع يطول قوي يعني ساعتين مثلا وشوية فاهمين، وانا اصلا عندي 1000 مشترك بس، فلسه الدنيا ما زبطتش يعني. فدايما بحب اختم اللعبة على حلقات فاهمين. طبعا وقتك يهمني. احنا المفروض نعمل ايه؟ في سلمة؟ لا مقفولة. زي ما انتوا شايفين كده انه حط على كتفه حيوان صح؟ الحيوان ده بيعمل ايه؟ اي مثلا زرعة ميتة او اي شجرة ميتة تمام؟ ده بيصفر او بيعمل حاجة كده بيخلي الشجر ده يصحى تاني عشان اتسلق عليه بس. في شجرة فوق اهي شفتوا؟ تمام. طب استنى نطلع من الناحية التانية أحسن. اطلع اطلع. فهمتوا بيعمل ايه؟ استنى عشان هو تعب خليه يرتاح شوية. لم الحبل بتاعك يا عم. طب استنى ننزل تاني. لا ليلي دي بعيدة أوي. مفيش برضو اي بتاع. برضو لسه؟ لا استنى استنى انزل انزل. نعمل داون شوية كده. لا لا اصبر بقى. يس اصبر. اتعملت اهي. ماشي. نعمل داون كمان عشان نلحق نشوفها نجيبها. نعمل دي كمان من مرة. ماشي ارتاح شوية. يلا اطلع فوق. الموضوع سهل والله بس التشغيل دماغ تفرق. المكان ده مفيش حاجة هنا نطلع عليها ولا ايه؟ ايه المكان ده؟ اللي تو ار تو؟ Thank you.
مفيدة. في سلم مصدق. اطلع على فوق. يا صعبة ولا ايه؟ انا بتهيألي. لا جبتها. المكان ده والله العظيم كنت هنط من غير حبل. في حاجة تحت كده شكلها غريب بتمشي، معرفش ايه هي. لا استنى بس كده اكتشف المكان. ايه ده؟ كان ده عامل زي المغارة. تعال نشوف ايه ده. نطلع فوق. دي بتطلع. بص انا بتغابى. ماشي ماشي. خد نفسك يا عم، انت تعبت معايا بصراحة. المفروض ننط يعني، عشان نحط هنا حاجة عشان نثبتنا لو وقعنا على حاجة. ماشي اطلع اطلع. خد نفسك ولم الحبل بتاعك بس. يلا في حد هنا ولا ايه؟ صندوق نور فجأة. ايه ده؟ نطلع هنا. مفيش حاجة هنا خالص. مفيش حاجة هنا. ماشي يلا.
هو الصوت بقى صعب لي كده. خليها بعدين دي، عشان دي اصلا لو عملناها هتنزلنا تحت. لازم نشوف الدنيا هنا ماشية ازاي، في حاجة هنا ولا حاجة ناخدها؟ مفيش. اوكي طب لما نطلع هنا هنمشي ازاي؟ استنى بس استنى استنى، يعني هو قصده ان احنا نروح هناك هنا؟ يعني يتمرجح كده بس نعمل داون كمان. بعيدة ها؟ ماشي نعمل داون كمان. في برضه حبل فوق هيتضرب هنا، نعمل اب اب عشان نطلع لفوق ونشوف المكان. اوكي يبقى هو قصده هنا. بس يلا طب اطلع. طيب انت ليه صعب الموضوع؟ اوكي ماشي. اطلع بس فوق وهترتاح براحتك، بس ارتاح براحتك. ايه المكان ده؟ مفيش اي حاجة مفيدة خالص. ماشي واحدة فوق اهي. يا لهوي ماشي الحمد لله. النهارده خدها مرة واحدة. الفكرة ان انا احط طوبة يعني. ماشي بص على عين الشمس. بابا لسه بدري. يلا بينا. بص من فوق كده شكلها عامل ازاي. ده حلو المنظر اهو. انا بقى في الحوار ده بتاع ايه بالظبط عشان ابقى فاهم. اللي يعرف الحوار ده يقول لي في التعليق عشان انا والله ما عارفه، مش فاهم هو بيعمل ايه اصلا. تعالى كده نخش هنا نستكشف المكان. لا نحط طوب والكلام ده. ما بيفتحش الباب ما ينفعش. ماشي اوكي يلا بينا. واحد اثنين ثلاثة. يا لهوي على الجمال.
بس كنا فين وبقينا فين. ماشي يقول لي استنى شوية عشان هو تعب خلاص. لازم نعمل نفسينا بواحدة هنا عشان لو وقعت. وراه بيموت بسرعة. حط لي واحدة هنا. هو تعب ماشي. نريحه شوية عشان يكمل بيت المهمة بتاعته. هطلع ولا لسه؟ بس بيقول لي ارحمني تعبت. خلاص هو كده ارتاح. لسه مشوار طويل. لا فوق نشوف في ايه. ايه دي؟ عشان الورق بتاعها بينقص بيتدمر بسرعة. سوري سوري ماشي. انا فهمت نعمل ايه. بس بقى نرضى عنك متتعبش قلبي. عادي عادي مشكلة كده انا عامل البتاع هنا. يلا نفتحها تاني. نحط واحدة هنا بس عشان لما الورق يموت. نطلع فوق ماشي. طب بعد كده ايه اللي هيتم؟ كل اللي في بالي اوعى تقول لي اعمل داون. شكلها كده داون. اعمل داون. طيب داون كمان. داون كمان. بس يلا لازم نعمل الاثنين اصلا جنب بعض. ماشي
لازم نثبت الحبل هنا. ثبت الحبل هنا. قولي اللون برضو ومربع. لا ايه ده، انت كده بعمل ايه؟ هفكها ولا ايه؟ كده تمام قوي. في بتاع فوق اهي ممكن نمسك فيها. لا لا لا، انا كنت وصلت، انا وصلت، انا بتغبى ليه؟ ارجع يا عم. الف الارض ده ماشي. طب انا هطلع فوق ازاي؟ اوكي لا ما اعتقدش تبقى من هنا. طب استنى كده ممكن. الموضوع صعب شوية. فاش وايه اللي بيحصل ده؟ المفروض اعمل حبل هنا بس تمام عشان لما نط. طب ايه؟ طيب نط يا حبيبي نط. طب ايه الدنيا؟ طيب انا استنى خليه بس ياخد نفسه الاول. انا ممكن مثلا امسك في دي، امسك في دي كده. بص اهي هيطلع فوق وثبت نفسي هنا تمام. الموضوع سهل اهو.
طب نثبت حاجة هنا وننزل شوية داون. مفيش حاجة برضه هنا. سلم اهو. امين. المفروض نطلع على فين؟ سلم. ماشي يعني افهم برضو، يعني نعمل داون بس يعني هيجيبها لفوق ازاي؟ مش ينفع. لأ ما اعتقدش. المفروض نمشي ازاي؟ ما الطريق كده. طب وده هنجيبه ازاي؟ مينفعش كده، يبقى هو اكيد كده. طب استنى، يعني هو معقولة قصده كده؟ معقول ان هو قصده يعني ان انا اعمل دي كده واعمل داون عشان اوصل هناك؟ ممكن. طب استنى، ما ينفعش برضه. في فكرة كنت عايز اعملها بس مش مهم. طب التي جاي بص، واحنا ماشيين كده عايزين نعمل ايه؟ اللي هو الحوار ده تمام؟ بعد كده نمسك في الجمال. استنى نلم ده، نلم نعمل كده بتاع. هنطلع فوق. طيب امسك في اللي فوق، امسك في اللي فوق اهي، اضرب بتاع هنا. تمام قوي. اطلع بسرعة. اطلع بسرعة. ايوه
عشان لو وقعت ولا حاجه. مش حاجه مسكين، ارتاح يا عم. استنى ننزل ننزل. المفروض نروح هناك. تمام. ممكن نعمل كده؟ طب ننزل تحت كده. في مكان جوه. برضه مسدود. ايه ده؟ تقول لي ان احنا رجعنا تاني. هزعل والله العظيم هزعل. لا بتاع كمان اهي. منروح فين تاني؟ في سلم اهو او مصعد. نطلع لفين اصلا؟ في بتاع فوق اهي.
ايه مش هتلعب فوق ولا ايه؟ فهمت تمام كده. وبعد كده خد نفسك طيب عشان انت تعبت خلاص. خد نفسك. لم الحبل بتاعك كله. لا اوعى اوعى تفك. استنى ايوه كده صح. لازم نثبت هنا كده ونطلع. خد نفسك يا معلم. لم الحبل بتاعك. مش واخد بالي منها والله العظيم. خد نفسك خد نفسك. ايه هنا ايه هنا عشان قربنا. نشوف جوه كده في حاجة ولا لأ. المكان ده
المفروض نمشي ازاي؟ في هناك كوبري، في هناك جسر. نعمل داون. بس كده بص المنظر من فوق اصلا عامل ازاي. المفروض نطلع ازاي او نروح فين؟ ممكن هنا. هو الجبل ده ملوش نهاية ولا ايه؟ هنمشي ازاي؟ ماشي، ممكن نعمل داون. صح كده، خضتني يا جزمة. ماشي يلا. كده كده اصلا مثبت نفسي يعني. اطلع يلا. بس يلا بقى، هو طلعنا لفوق. هدي الموضوع صعب بصراحة. خد نفسك. طب نطلع دي فوق ازاي؟ نضطر ان احنا ننط. ماشي، هبقى جنبك دي، هاتها هاتها. طلع ماشي اوكي. عايزين نسحب الحبل ونشوف المكان ده فيه ايه. مش حاجة،
لسه في فوق تاني. هو قصده يعني ان احنا مثلا نسيب نفسنا كده ونعمل داون عشان يجيب السلم تاني؟ ممكن داون كمان. انا بحب الحوار ده قوي. بص اطلع بسرعة الله يرضى عنك. امسك امسك كده كده اصلا انا ماسك يعني. انت بتصوت ليه؟ خد نفسك. لما لازم نثبت واحد هنا عشان ما نوقعش. هدي هدي هدي. نطلع براحتنا بقى. عدنا الشطر اخيرا. شابتر 4 وكده يا شباب كنا وصلنا لاخر مقطعنا. اشترك في القناه وفعل زر الجرس انت مره شفني واهم حاجه اللايك. سلام يا رجاله. ان شاء الله شابتر 4 الحلقه الجايه. سلام يا رجاله.